على حرية التعبير عن الرأي، هل تابعت الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله وتحديدا الشق الإعلامي المتعلق فيه؟ وقفة عاهي؟ لا بس هيدا خطير، أخطر من الصواريخ يلي بحيال وقت ممكن تاخد لبنان إلى مغامرة عسكرية دفاعا عن دولة ما لنا علاقة فيها، نضحي فيها بالشعب اللبناني وباقتصاده إلى أبد الأبدين أمين. أي واحد أوكي، اثنيناتهم خطرين، وموضوع الأمن والحريات العامة عم نحكي فيه صرنا سنين، أنه نحن عم نتحول إلى دولة بوليسية، بس والدولة البوليسية بطريقة وقحة.